بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ في درسنا اليوم من مادة العلوم. أرحب بتلاميذ مدارس عشتار الابتدائية الأهلية. الصف الرابع الابتدائي، درس اليوم مادة العلوم، معكم معلمة المادة آمنة هادي. حبايبي الحلوين، درسنا اليوم بعنوان دورة حياة الحيوانات الفقرية. اليوم درسنا بعنوان دورة حياة الحيوانات الفقرية، لنتعرف إليه أحبتي. حبايبي الحلوين، سؤال مهم، عرف الحيوانات الفقرية. شنو أقصد بالحيوانات الفقرية؟ ما هو تعريف الحيوانات الفقرية؟ الجواب، هي الحيوانات التي تمتلك عمودا فقريا مثل الحمامة والحصان والضفادع. إذن حبايبي الحلوين، ما هو تعريف الحيوانات الفقرية؟ شنو أقصد بالحيوانات الفقرية؟ الحيوانات الفقرية هي الحيوانات التي تمتلك عمودا فقريا، هي حيوانات تمتلك عمودا فقريا مثل الحمامة، مثل الحصان والضفادع، كذلك القطة، الماعز، الكلب، الزرافة، كلها، الأسد، النمر، هاي كلها حيوانات فقرية. يعني شنو حيوانات فقرية؟ يعني الحيوانات التي تمتلك عمودا فقريا، تحتوي على عمود فقري في الجهة الظهرية من أجسامها. احنا كنا شايفين او متحسسين العمود الفقري الموجود في ظهرنا، يلا كنا نتلمس ظهرنا، يلا حبايبي تتحسون هاي عمود الفقري الموجود في وسط الظهر، ها هو العمود الفقري. زين، شنو أقصد بالحيوانات الفقرية؟ هي الحيوانات التي تمتلك عمودا فقريا مثل الحمامة والحصان والضفادع. إذن أكرر تعريف الحيوانات الفقرية، هي الحيوانات التي تمتلك عمودا فقريا مثل الحمامة والحصان والضفادع والكثير من الحيوانات مثل الطيور كلها، البرمائيات، الزواحف، هاي المجاميع اللي درسناها هي كلها حيوانات فقرية، الأسد، القطة، الكلب، حبايبي هاي كلها تنتمي إلى الحيوانات الفقرية. زين، شنو أقصد بتعريف الحيوانات الفقرية؟ سؤال، عرف الحيوانات الفقرية. الجواب، هي الحيوانات التي تمتلك عمودا فقريا مثل الحمامة والحصان والضفادع. يلا يا حلوين رددوا وياي تعريف الحيوانات الفقرية، هي الحيوانات التي تمتلك عمودا فقريا مثل الحمامة والحصان والضفادع. ممتازين، يلا نكرر تعريف الحيوانات الفقرية، هي الحيوانات التي تمتلك عمودا فقريا مثل الحمامة والحصان والضفادع. الحمامة تمتلك عمود فقري في الجهة الظهرية من أجسامها، الحصان أيضا يمتلك عمودا فقريا، والضفادع تمتلك عمودا فقريا في الجهة الظهرية من أجسامها، لذلك تسمى هذه الحيوانات بالحيوانات الفقرية، أي هي الحيوانات التي تمتلك عمودا فقريا مثل الحمامة والحصان والضفادع، والإنسان أيضا يحتوي على عمود فقري، القطة، الكلب، الماعز، البقرة، هاي كلها حيوانات فقرية، أي حيوانات تمتلك عمودا فقريا، حيوانات تمتلك عمودا فقريا مثل الحمامة والحصان والضفادع.
حبايبي شنو أقصد بالعمود الفقري؟ احنا قلنا حيوانات تمتلك عمودا فقريا، زين سؤال، عرف العمود الفقري، عرف العمود الفقري، شنو أقصد بالعمود الفقري؟ يعني شنو حيوانات تمتلك عمودا فقريا؟ شنو هو العمود الفقري؟ العمود الفقري هو سلسلة من العظام متصلة مع بعضها البعض، هو سلسلة من العظام متصلة مع بعضها البعض، انظروا ها هو العمود الفقري، سلسلة من العظام، هذه فقرة وهذه أيضا فقرة أخرى وهذه فقرة وهذه فقرة، فهذه سلسلة من العظام، مجموعة من العظام تكون متصلة مع بعضها البعض، هاي العظام متصلة مع بعضها البعض تسمى العمود الفقري، العمود الفقري. إذا عرف العمود الفقري. يلا حبايبي وياي نردد تعريف العمود الفقري، هو سلسلة من العظام، سلسلة من العظام متصلة مع بعضها البعض. العمود الفقري هو سلسلة من العظام المتصلة مع بعضها البعض، انظروا للصورة، هذه مجموعة أو سلسلة من العظام متصلة مع بعضها البعض تسمى العمود الفقري. هاي العمود الفقري موجود في ظهر الحيوانات الفقرية، قلنا مثل الكلب، مثل القطة، مثل الماعز، الحصان، الضفادع، الإنسان، كل هاي تنتمي إلى الحيوانات الفقرية والتي تمثل حيوانات تمتلك عمودا فقريا، تمتلك عمودا فقريا. شنو تعريف العمود الفقري؟ سلسلة من العظام متصلة مع بعضها البعض، هاي صورة العمود الفقري، سلسلة من العظام متصلة مع بعضها البعض. إذن يلا ويا يا حبايبي نعرف العمود الفقري، عرف العمود الفقري. الجواب هو سلسلة من العظام متصلة مع بعضها البعض. يلا نكرر، سلسلة من العظام متصلة مع بعضها البعض. ممتازين حبايبي الشطار. يلا نعرف العمود الفقري، هو سلسلة من العظام متصلة مع بعضها البعض، مثل ما موجودة هاي بالصورة، سلسلة من العظام تكون متصلة، باعوا هاي العظمة متصلة بهذه العظمة وهذه أيضا متصلة مع بعضها البعض، متصلة مع بعضها البعض يعني مرتبطة مع بعضها البعض، موجودة في ظهر أجسام الحيوانات الفقرية. إذن ما هو تعريف العمود الفقري؟ هو سلسلة من العظام متصلة مع بعضها البعض. حبايبي الحلوين، عندنا طرق تكاثر الحيوانات الفقرية. الحيوانات الفقرية راح تتكاثر بعدة طرق، بطريقتين. الطريقة الأولى عن طريق البيوض، الطريقة الأولى راح تتكاثر الحيوانات الفقرية عن طريق البيوض. تتكاثر عن طريق البيوض مثل الحمامة والضفدع، يتكاثرون بالبيوض. تختلف أعداد وأحجام البيوض من حيوان إلى آخر، فبيضة الضفدع تكون صغيرة في حين إن بيضة الحمامة أو الدجاجة تكون أكبر. إذن الطريقة الأولى عن طريق البيوض مثل الحمامة والضفدع والدجاجة، كل الزواحف كلها تتكاثر عن طريق البيوض. الأسماك أيضا راح تتكاثر عن طريق البيوض.
والطريقة الثانية راح تتكاثر عن طريق الولادة. الولادة مثل منو الحيوانات اللي راح تتكاثر بالولادة؟ مثل القطة والماعز. القطة والماعز والكلب والإنسان والبقرة كلها تتكاثر بالولادة. إذن الحيوانات الفقرية راح تتكاثر بطريقتين، بعضها تتكاثر بالبيوض مثل الضفادع، الطيور مثل الحمامة. راح يختلف عدد وحجم وشكل البيوض بحسب الحيوان. مثلا بيضة الضفدع تكون صغيرة ولينة، تكون صغيرة ولينة، في حين تكون بيضة الدجاجة أو الحمامة تكون أكبر أكبر وتكون ذات قشرة سميكة، يعني تكون مغلفة بقشرة سميكة. الطريقة الثانية راح تتكاثر عن طريق الولادة. تتكاثر بعض الحيوانات الفقرية بالولادة مثل القطة والماعز والكلب والإنسان والبقرة والنمر، كل هاي الحيوانات راح تتكاثر عن طريق الولادة. إذا سألتك طرق تكاثر الحيوانات الفقرية، طريقتين، عن طريق البيوض وعن طريق الولادة. عن طريق البيوض مثل الحمامة والضفدع، مثل الحمامة والضفدع، وعن طريق الولادة مثل القطة والماعز. حبايبي اليوم راح نتعرف إلى مراحل دورة حياة الضفدع. سؤال: ما مراحل دورة حياة الضفدع؟ راح تمر الضفادع خلال حياته في 3 مراحل. المرحلة الأولى البيضة، المرحلة الثانية أبو ذنيبة، المرحلة الثالثة ضفدع مكتمل النمو. حبايبي احنا تعرفنا عن الحيوانات المركبة وقلنا من ضمنها مجموعة البرمائيات، واخذنا مثالها الضفدع، وقلنا الضفادع هي حيوانات فقرية تكون برمائية، أي تعيش أو تقضي جزء من حياتها في الماء والجزء الآخر على اليابسة. قلنا الضفدع راح يتكاثر بالبيوض، فخلال دورة حياته راح تمر ب3 مراحل أساسية. المرحلة الأولى البيضة، البيضة هاي المرحلة الأولى، انظروا للصورة، البيضة راح تضع أنثى الضفدع مئات البيوض الصغيرة في الماء. يبدأ بعد مدة من الزمن الجنين بالنمو داخل البيضة، يبدأ الجنين بالنمو داخل البيضة. بعد فترة راح تفقس البيضة عن كائن حي صغير يشبه السمكة، تفقس البيضة عن كائن حي صغير يشبه السمكة، يسمى أبو ذنيبة، يسمى أبو ذنيبة. تنمو لأبو ذنيبة زعنفة ذيلية، انظروا للصورة، زعنفة ذيلية تساعده على السباحة. بهاي الفترة راح يعيش في الماء ويتنفس الهواء المذاب في الماء. هاي الجزء الأول من دورة حياته. بعد فترة يبدأ بالنمو فتظهر له أطراف ويبدأ بالتحول إلى ضفدع مكتمل النمو، ضفدع مكتمل النمو. ينتقل هذا الضفدع إلى اليابسة ويبدأ بالتنفس على اليابسة، يتنفس الهواء الجوي ويتحول إلى ضفدع مكتمل النمو، يعيش على اليابسة يتنفس الهواء الجوي بواسطة الرئتين. بعد ما يكتمل نموه يبدأ بوضع البيض من جديد وتعاد دورة الحياة، ويبدأ البيضة بالفقس بعد مدة، فيخرج أبو ذنيبة، أبو ذنيبة يعيش في الماء،
يتحول فيما بعد إلى ضفدع مكتمل النمو، وهكذا تعاد دورة حياة الضفدع من جديد. إذن ما مراحل دورة حياة الضفدع؟ إحنا الشرح ما أريده منكم حبايبي، بس تحفظون مراحل دورة حياة الضفدع اللي هي البيضة، أبو ذنيبة، ضفدع مكتمل النمو. تضع الأنثى مئات البيوض الصغيرة في الماء، تضع البيوض في الماء، يبدأ الجنين بالنمو داخل البيضة، وراها راح يفقس. تبدأ المرحلة الثانية، تفقس البيوض عن كائن حي صغير يشبه السمكة يسمى أبو ذنيبة. يبدأ أبو ذنيبة بالنمو، وتبدأ الزعنفة الذيلية بالنمو، ويسبح في الماء يتنفس الهواء المذاب في الماء. بعد فترة يختفي الذنب يختفي، وتبدأ الأطراف بالظهور، ويتحول أبو ذنيبة إلى ضفدع مكتمل النمو، ينتقل إلى اليابسة ليكمل دورة حياته، ويتنفس الهواء الجوي بواسطة الرئتين. إذن راح تعيش الضفادع جزء الأول من حياتها في الماء، وتقضي الجزء الآخر على اليابسة، لذلك تسمى برمائيات. الضفدع المكتمل النمو بعد فترة يبدأ بوضع البيض، وأيضا البيضة راح تفقس عن أبو ذنيبة، ويتحول فيما بعد إلى ضفدع مكتمل النمو، وتعاد دورة الحياة من جديد. إذن ما مراحل دورة حياة الضفدع؟ أولا البيضة، يلا ويا يرددوا، البيضة، أبو ذنيبة، ضفدع مكتمل النمو. نكرر مراحل دورة حياة الضفدع: البيضة، أبو ذنيبة، ضفدع مكتمل النمو. البيضة، أبو ذنيبة، ضفدع مكتمل النمو. إذن سؤال: ما مراحل دورة حياة الضفدع؟ البيضة، أبو ذنيبة، ضفدع مكتمل النمو. ثلاث مراحل: البيضة، أبو ذنيبة، وضفدع مكتمل النمو. انظروا إلى هذه الصورة، أيضا توضح مراحل دورة حياة الضفدع. بالبداية بيضة، البيض، تفقس البيضة عن كائن حي يسمى أبو ذنيبة. انظروا، هذا ذنب الضفدع الصغير يسمى أبو ذنيبة، يشبه السمكة، يتحول تدريجيا إلى ضفدع مكتمل النمو. يبدأ الذنب بالاختفاء، تبدأ الأطراف بالظهور، تظهر الأطراف الخلفية ثم الأطراف الأمامية، ويتحول إلى ضفدع مكتمل النمو. إذن ما مراحل دورة حياة الضفدع؟ أولا البيضة، ثانيا أبو ذنيبة، ثالثا ضفدع مكتمل النمو. لو نشاهد الفيديو أحبتي. أنا راح نتعلم. في بحيرة كان هناك عائلة من الضفادع. وضعت الأم البيض في الماء وصادت إلى الأعلى. انتظرت الأم عند البركة حتى يفقس البيض. بعدها بدأ البيض يفقس واحدة تلو الأخرى. مثل السمك بدأوا السباحة واسمهم شراغف. كبر شغوف ونمت له أرجل ولكنه ليس ضفدعا بعد. قصر الذهب
الذيل والأرجل أمست أقوى أمست أقوى أمست أقوى أبو دنيبة هو اسمه الآن. اختفى الذيل وأصبحوا ضفادع أصبحوا ضفادع أصبحوا ضفادع. هيا نبدأ من جديد. بيضة شرجوف أبو للعبة ضفدع بيضة شرجوف أبو للعبة ضفدع. حبايبي بعد ما شاهدنا الفيديو ننتقل إلى الواجب البيتي كتابة الملخص المرسل في الفايبر. إلى هنا نختم درسنا اليوم. إلى اللقاء في درسنا القادم أحبتي.